السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلق المدارس والكمامات رسالة هامة من طارق الشوقي، ويا ترى آخر مصير التعليم إيه؟ دكتور طارق الشوقي أوضح مجددا موقف الوزارة وإمكانية إلغاء الدراسة خوفا من الموجة الثانية لكورونا وعودة الإصابات إلى ارتفاع مجددا. قال لك في ظل الأجواء الأحوال الجوية ودخول فصل الشتاء بدأ الدكتور طارق يعلق على الإصابات بفيروس كورونا. قال لك الظروف الحالية لا تستدعي إغلاق المدارس، الامور مستقره يا جماعه وبتصير بشكل طبيعي، وقال لك لازم نلتزم بارتداء الكمامات. وقال لك كمان في سيناريوهات معروضه في حال حدوث اي ازمه بين الطلاب وغيره، يعني ممكن الطالب يحول لمنازل او يتم اونلاين في حال حدوث اي ازمه بتمنع الطلاب من الحضور في المدارس. عشان كده اكد الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر حول المشروع الوطني لرفع كفاءه اللياقه البدنيه، قال لك الوزاره بتنسق مع كل وزاره الصحه اللي هي تكافح امراض السمنه وتكافح كل الكلام ده، لكن اغلاق المدارس لا، عاوز يحول منازل يحول، مش هنقفل مدارس عشان ده بيضر الطالب. ده كان كلام الدكتور طارق شوقي في تصريح غريب شويه كده، غلق المدارس والكمامات خلاص، كمامات ارجع للكمامه لكن غلق المدارس لا. ده رساله هامه من طارق شوقي، يا ترى رايكم انتوا ايه؟ ويا ريت كل واحد يكتب له رساله عشان يمكن يشوف الكلام ده كله ويرجع في كلامه. هل اغلاق المدارس هيبقى فيه ولا كلام الدكتور طارق ينفذ ولا هيرجع في كلامه تاني؟ في خلال ساعات خلال ايام هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله، خاصه بعد اعاده الانتخابات هيكون في كلام تاني، وبعد بدايه الحظر في 1/12 هيكون في كلام تاني ان شاء الله، هيكون معانا كلام جديد ومن مصادر رسميه اول باول. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.